آسيا، ضبي هدول. تمام، بس المرة الجاية أنا بحضرها. أي طبعاً. يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكراً. أكيد إجيت لتاكل، استنى لأعطيك المينو. لا، إجيت لأشتغل. إيه معلم، من وين بأخذ المريول؟ عم تمزح مو هيك؟ آسيا، نسيت قلك، دروك إجا لهون الصبح وقال لي إنه بده يشتغل، وأنا قلت له تمام. في مشكلة آسيا؟ لا، ما في مشكلة بنوب، بس أنا تفاجأت. بس عطيتي ردة فعل، قلت على الأغلب رفيقتي ما لها حابة تشتغل معي. لا بالعكس، بدي دوروك. ايه تمام، معناها عطي دوروك مريول وقولي له شو رح يعمل. اصلا هو قال انه بيشتغل كل شيء، حتى تنظيف وجلي الصحون. طبعا رح اعمل يلي بدك اياه. ايه ممتاز، انا رح وصل طلب لزبون، ولازم اتسوق من شام بكره. المحل بامانتكم تمام؟ طبعا، انت لا تقلق ابدا. ما هيك يا رفيقتي؟ طبعا يا رفيقي. يلا انا رايح. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.